لو قلت لك عطني رسالة لشخص سواء كان يسمعك ألو لو ما يسمعك بعد، وش راح يقول عمر هذا؟ شوف، أنا عندي رسالة لشخص سواء كان يسمعك أو ما يسمعك. هو ما يسمعني أنا متأكد. ممكن يسمعك. لا لا ما راح يسمعني. شوف بقول له إن غيابه كان موجع مرة، كان مدرسة تعلمت فيها دروس قاسية، وأنا أدري لو إني أدري ما كان خلاني أواجه الدنيا هذه كلها لحالي، بس أعتقد يعني في نهاية المدرسة اللي خدتها يا رب يعني إنه يفرح بنجاحي القاسي اللي كان دروسه مرة مؤلمة من قريب ومن بعيد ومن كل الظروف. كانت مدرسة عمرها يمكن 29 سنة وللحين يعني أنا فيها، عرفت لما يعني لما تنجح في شيء وشيء يكون عظيم مره وتتمنى الله يفرح معك او تقدم له الشيء اللي انت نجحت هديه، وانا ادري انه يعني على حسب ما اسمه انا ما اعرفه زين يعني ولا شفته الا ولا اذكره، بس على حسب ما اسمع عنه يعني انه رجال انكفو والله رجال اخذت من خصاله اللي اخذتها منه، ما يرضى بالضيم حتى من اقرب الناس له. نعم يحارب الدنيا، واذكر انه حارب حتى اقرب الناس له عشان موضوع بسيط كل الناس هاجموه، بس يوم انه غاب وراح كلهم قالوا ليته يرجع. الله، لان ما في احد ياخذ الحق مثله. يعني أقول له يعني يا ليتك فيه. الله يرحمه يا رب العالمين. الله يرحمه ويغفر له في دليل السيد رب العالمين. فالشهر المبارك في الليلة المطرية يا رب العالمين. أبوك الله يرحمه. والله شوف أقول لك يا سعود صدق، ترى كل نعمة ما يحس فيها الإنسان إلا إذا فقدها. الحين كثير من الناس أبوه يدق عليه ما يرد ولا يروح بالشهور وسنين، والله العظيم إني أتمنى إني أقول يا أبوي يعني مثل الناس. حتى أبوي هذه استكبرتها من يوم إني ولد، استكبرتها على أقول يعني يوم أسمع تجيني أمي مثلا تقول قل لعمك يا أبوي قل، من يوم إني ولد وأنا الطبع الأكشر هذا فيني ما قد قلتها لأحد على وجه الأرض، لأني أحس إنه ما يستحق هالكلمة إلا راعيها، ولا راح أقولها إلا إذا واجهتها إن شاء الله في جنة النعيم. صارت لي مشكلة على ذا الكلمة يعني، والله خلنا نكمل. الله يرحمه ويغفر له يا رب العالمين. طيب أنا بعد لك ثلاث كلمات وش تقول فيها يا أبو هذال؟